طبعا في مشكلة انتشرت بشكل مش طبيعي على الفيسبوك، وبتقدروا تحكوا عنها مرض او وباء. وباء نكش الصور القديمة. الهي يا بعيد ينكش شك النكشة الابدية اللي ما تقوم منها ليوم القيامة. يعني انا بس بدي افهم الناس اللي بتنكش الصور القديمة، اللي بيفتح صورة بروفايلك وبنكشك سنة لورا، بتكون لابس شباح، بتكون لابس شورت مسخم على حالك ومش عارف ايش عامل في وجهك، يعني اللهم استر عليك. بيجي بيحكي لك والله رمز ايام الكحرتة، رمز بيلعب بصال الشوة. يا زلمة ارحم اهلنا يا زلمة، انت لما تفتح الصورة هذا انا مش عارف ايش بتستفيد. يا زلمة تعالج، العلاج عندنا رخيص، في عندنا مستشفيات نفسية كبيرة، يعني والله حتى الاطباء اللي فيها يعني جبارين وبعالجوا بسرعة مش طبيعية. هذه الشغلة مرض، اعرف انه انت لما تنكش صورة صاحبك انت كأنك خبطت سكينة في نص ظهره، كأنك عملته شرحات. يا جماعة ارحموا اصحابكم حرام. وهذه الشغلة يعني بس حبيت اوضحها، انه ما حدش ينكش لي صور قديمة، ما حدش يفتح لي بوستات قديمة، الوضع بيخزي. انا بحكي لكم انا عملت حذف لاكثر من شخص عشان اعمل هذه العملة، وبتمنى من الجميع يتساهلوا معي في امور النكش هذا، يعني عن جد مزعج. وشكرا لكم. هناك شخص ما عملش لايك على هذا الفيديو فقد احدى ساقيه، وستوف تسمع خبر جيد جدا بعد 5 دقائق.